نعم بارك الله فيكم ولكن لعل لكم وصيه ليتاكد ذلك وقراءه القران الكريم وحث الناس على ايضا قران القران الكريم وخاصه من الشباب. ما في شك ان قراءه القران دائما مطلوبه وفيها اجر عظيم. من قرا حرفا من كتاب الله فله حسنه قال صلى الله عليه وسلم والحسنه بعشر امثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كل حرف بعشر حسنات وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن بركة هذا القرآن العظيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نعم